السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في جوجل أرتس أند كاتشر. دي حاجات خاصة بقى بالفن عند جوجل، تقدر تاخد معلومات فنية حلوة قوي. عجبني إن أنا أول ما فتحت الصفحة لقيت أوزوريس معمول في 3D بالشكل الجميل دوت. تمام، طبعا أوزوريس حاجات مصرية قديمة، لقيت آثار فيها حاجات كتيرة يعني مصرية، فعجبني الموقع فقلت أقول لكم عليه. في حاجات كتيرة مرسومة بشكل جميل، في مباني يعني تحفة أول مرة واحد يشوفها. طيب، ممكن تعمل اكسبلور وتبدأ تتصفح. أنا عايز ألعب الصراحة، يعني هكذب عليكم، أنا عايز ألعب. دخلت على بلاي فلقيت ألعاب حلوة قوي، تبدأ إن أنت تعرف ثقافات حلوة وتعرف على ثقافات من خلال اللعبة. تمام، أنا هحاول أجرب معاكم ألعاب أنا مكنتش لعبتها. تمام، هي فيها ألعاب كتيرة. تمام، طيب خلينا مثلا أقول له ان انا عايز اشوف المنحوتات واحاول اخمن مكانها فين. في طبعا حاجات كتير انا ما اعرفهاش، يعني انا ما اعرفش دي موجوده فين. تمام، فبيقول لي حاول تخمن، يعني دي مثلا يعني دي مثلا موجوده ايه مثلا في الهند، وقول له انا بخمن. تمام، فيبدا يشوفها قريبه منين. ما اعتقدش انها هند، بس ايه، بيقول لي دي من الفلبين. فهمت الفكره؟ فبتشوف بقى ايه، انت خمنت قريب من البلد اللي انت عايزها ولا لا. طيب نجرب حاجة تانية. تمام، نعرفش يعني الصراحة. تمام، فخلينا نقول فلسطين، الله أعلم. لا، احنا عندنا في الإسلام اللي هو ما قتلوه ما صلبوه. تمام، هو هنا في الأرجنتين، طبعا بعيدة خالص. نيكست راوند. تمام، التمثال دوت يعني مش خبير، مش لا ادعي الخبرة، لكن ممكن نقول روما في ايطاليا مثلا. واو، اعتقد جنبيها يعني 35 كيلو، يعني لو ركبت تاكسي هتروح، فكسبنا 100 نقطة. تمام، نشوف بقى نيكست راوند. ده ايه ده بقى؟ انا اعتقد ان دي ممكن تلاقيها هنا في انجولا، في يعني في النيجر، في الحتة اللي تحت ديت. تمام، يعني خلينا نقول مثلا ناميبيا. ده هنا. شفت؟ طيب، اقول لي بقى خمن ايه دي بقى. تمام، هي اللعبة ظريفة الصراحة، يعني عجبتني. تمام، مع الوقت بتبدأ بقى ان انت تعرف الحاجات موجودة فين. ده موجودة هنا، عكست الاتنين. بدأ يقول لي الأماكن فين والأخطاء بتاعتي، الفضائح بتاعتي والحاجات دي. ممكن أقول له ستارت أجين ونلعبها تاني خلاص بقى، بس طبعا مش هيجيب لك نفس الحاجات، هيجيب لك إيه، حاجات تانية. طيب الأهرامات أهي. هنا بقى بيجيب لك 3D وبيديك فرصة إن أنت تلف. تمام، فممكن نلمح كلمة كده تغششنا إيه المكان دوت. تمام، هو مش هتبلغ عليها، بيقول لي هيدن. طيب، ممكن اسبانيا مثلا. صح، هي اسبانيا. الطريق ده مفيش حد ماشي. طيب في الطريق ده نسأله، أي حد ابن حلال كده نسأله. شكلنا هنمشي كتير، رجلنا هتوجعنا. طيب خليني أقول إن ده ممكن يكون مثلا هنا. ده طلع في جنوب أفريقيا، مسافة بعيدة خالص. خلينا نحطها برضو هنا، الله اعلم. وهكذا، يعني المهم ان انت فهمت الفكرة، ان انت بتقعد تخمن اماكن معينة. احنا بقالنا فترة ما اخترناش حاجة في الصين، خلينا نقول في الصين مثلا. اوبا، شفت المكان اللي احنا كنا بنختار فيه قبل كده؟ ما كسبناش ولا نقطة المرة دي.
بس كده. ايه دي يعني في شوية العاب ظريفة تقدر ايه تجرب الالعاب ديت. طيب خلينا نقول له بلاي. في العاب هي كتير، فود مود مثلا، فربما لو كسبنا في الاكل ده يبعت لنا مثلا سندوتش طعمية ولا حاجة. طيب زيت زيتون هيبدأ بقى يجيب لنا معلومات عن الأطعمة والأكل والحاجات دي كلها. فالموقع جميل جدا، أتمنى إن هو يعجبكم وتبدأوا إن أنتوا تشوفوه كده. هو دلوقتي بيقول لي أنا عايز أعرف أنت موجود فين عشان يقول لي إيه الأماكن اللي أنا المفروض أزورها. مش يرب انا زرته يعني اكتر مكان عجبني في قطر كلها، مكان الجو بتاعه حلو وجميل ومستدام والبنى بتاعته مش عالية، وبحب كده اروح في اماكن للعب الاطفال فانا ببقى مستمتع بيه. تمام. يا ريت الاقي مكان حلو. فاير ستيشن ميوزيوم ده متحف كل فترة كده بيبقى فيه حاجات متجددة، يعني كل مرة بيستضيف تحف لفنان معين، غالبا بيكون مجاني. المتحف ده انا روحته مره واحده، تمام، لان هو بفلوس فروحت. ده برضو روحت مره واحده. ده متحف للاطفال، عجب الاولاد جدا يعني. تمام. الاثنين دول جنب بعض يعني، بنزل هنا واتمشى هنا. ف جميل. طيب مشيرب برضو ده البيت ده انا دخلته. البيت ده هو فيه 4 متاحف، تمام، في جنب بعض يعني. هنا في مسجد، المسجد ده مسجد واخد الليد يعني، نادرا لما تلاقي مبنى صغير. هو عبارة طبعا المسجد طبعا هو بيبقى غرفة واحدة واسعة، ف واخد الليد. البيت ده من اعجب المتاحف اللي انا شفتها. ده اسمه متحف ابن جلمود. ابن جلمود ده كان تاجر عبيد، فعملوا المتحف ده على اساس يقولوا المشاكل في العبودية وازاي العبودية حاجة كريهة، وبدأ يجيب لك صور من كل الدول اللي فيها عبودية ويبدأ ان هو يوريها لك فيديوهات وصور بحيث يعني ينفرك منها. تمام. دوحة فورت، لا ما رحتش دي الصراحة. رحت في جنبيها يعني بس ما دخلتهاش، معرفش مسموح بيا الدخول ولا لا. سواقف طبعا، سواقف على اساس الناس كانوا بيبقوا اللي بتبيع واقفين على جوانب الطريق بيبيعوا سواقف. ده متحف الشركة اللي هي اكتشفت الغاز. المتحف الاسلامي، المتحف الاسلامي معمول على شكل المكان الوضوء في مسجد احمد بن طولون. تمام. المتحف نفسه تحفة. ده دخلته برضو. متحف البريد، المتحف الوطني. المتحف ده فيه ميزة حلوة قوي ان هو حاطط فيه ألعاب للأطفال يعني، وأنت بتشوف التحف في أماكن كده الأطفال تلعب فيها كل شوية، فالأولاد بيحبوا يلعبوا هناك يقول لك نروح نلعب. تمام. فبيتفرجوا على الآثار وفي نفس الوقت بيقعدوا إنهم يلعبوا. المكتبة طبعا أكتر مكان ممكن أحب أقعد فيه براحتي، بس يعني كل واحد بقى يشوف المكان اللي قريب منه، او انت لو رايح زيارة البلد تقدر تشوف من هنا ايه اكتر متاحف ممكن الواحد يزورها. انا ما رحتش ده، ما اعرفش ايه ده اصلا. تمام. بس جرب الموقع هوم اكسبلور، ابدأ بقى شوف التحف الفنية، استكشف بقى الموقع. لو في حاجة عجبتك قول لي.
اكتب لنا كده في الكومنتات اذا كان في مكان عجبك ترشح له لنا ان احنا نزوره.